مقالي ومقاله وثمرة مشاركة الكبار. لما الكبار يتشاركوا، لما الكبار يتلاقوا، تبقى هذه هي النتيجة، هذه هي الثمرة. قناة الأهلي هي الأولى بين كل القنوات الفضائية الرياضية العربية. الأهلي القناة الأولى بين الفضائيات الرياضية العربية في مهرجان القنوات الفضائية العربية. ده إنجاز الحقيقة يحسب لجمهور الأهلي بداية. لولا إقبال جمهور الأهلي على قناته بهذا الاهتمام، وهو الجمهور الأوسع والأكثر عددا في المنطقة العربية كلها، ما كانش للقناة هذا الانتشار وهذا الزيوع وهذه القيمة وهذه المكانة. أستاذ محمود عدلي رئيس القناة بيتسلم الجائزة. دي ليه أنا بقول لكم دي ثمرة مشاركة الكبار.